السلام عليكم، نتمنى الفيديو يلقاكم بصحة وعافية جيدة. فين ما تقول عيد قول عاد بديت. واحد الدري يدخل عليا بوجهادي، صغير عليا فلاج، ولد الرباط بلا ما نقولو الحي، وجايبها بجريمة انتقام من الخليلة اللي كانت معاه واللي جابها عليها بعامين، ضرب عليها عامين، ومن يخرج عرض عليها عاوتاني وجلس هو وياها كأن شيء لم يكن. ولكن الجلسة اللي فيها الشراب الخمر والأقراص المهلوسة والبقبوقة روينة ما كتساليش بالخير. فعاوتاني غادي يدير ليها واحد العلامات في الحما، فعاوتاني دارهم وغيمشيو يديكلاريو به. فهنا جابوه، فهنا غنتلاقى معاه، جابوه بوجهادي. المهم دري ما فيه تنبشة في وجهو، وربما لحمو غير شي ضريبات شي خبيشات. المستوى الاقتصادي ما بين وبين، كاين ما كاينش، مرة زاير مرة ما زايرش، مرة واكل مرة ما واكلش، مرة كامل مرة ما كاملش، ولكن مليه بالقمر، شي حماق على شي حاجة فيها القمر. هنا غادي يتلاقى مع واحد السجين اللي هو فريما مصطفى، تحياتي كان معنا نيت في البيت، لان كاين الاخر الكبير راكم كتعرفوه، وكاين واحد اخر عاوتاني اللي سمر. المهم لا فيغون ديالو تا هو الاجرام، سنة طايرة يا ويل، شي واحد يهبين التليفون عنده صبعو في الممنوعات، ولكن كان تا واحد خونا وصديقنا والعشير ديال بصح، خويا محسن بن عويش بن عويشة وسيدي موسى، اللي غتكون كتجيه بارطية، النص كيدوزو والنص كيكميه، وتعاشرت انا وياه ولينا كنكميو كاملين. تحياتي خاي محسن. فكان مطبقها على واحد الفئة وموقر واحد الفئة، الله العلي العظيم. الا ما بنادم تيوقف في الكروة، الكروة هي عيب داك لي سباس تيكون عندك ما بين دوك جوج بلايص، داك واحد المساحة تيكون لابد كاين الباب، فكدار خامية، فبنادم تيوقف تما بحال لي زعما غادي تيهضر مع شي واحد، لادي باش يكالي بنادم يهضر في التليفون، لأنه كاينين سجناء كيستغلوا ديك النقطة ديال الممنوعات صبعي فيها، يعني عيشوا كاملين. وبالنسبة لك انت جايك الممنوعات كتبغي غير تساوي وتساعد معاهم، إلا كنتي شي واحد مدهشر، ما أنا ما كنتيش مدهشر ما تيقرب لكش بعدا أصلا. فكان منوض الروينة هاد فريما ومعاه هاد الدري هادا تاهو، ما بغيتش نقول الاسم ديالو، تحياتي ليه لأن قصتو قصة. المهم انا دخلت لقيت فريمه، ولكن الدريري باقي اللي كنعاود عليه باقي ما جا، لقيت فريمه في البيت. المهم لقيت بن عويشه، لقيت الدراري، لقيت الدراري باسي. المهم كاينين الرجال في البيت، حتى جابوا هاد الدري هذا، ملي جابوا هاد الدري غيتعاشر هو فريمه، ما كاينش اور ترحمت اور تعتقت كاين شي حاجه تبان ضربك تران تليفون بغيتي تشارجي، وحنا ما كنكذبوش وكنقولوا الحقيقه. كان نيت واحد الدري ود المدينه وهادي وهادي، ما كانش يقدر يدي التليفون ديالو، اش يهضر معاه يقول لي كدا ما كدا وهادي. المهم كان نطبقها فريما تا هو في البيت، وماشي مع كلشي دائما. فمن جابوا هاد الدري غيتعاشر معاه، انا عندي بلاصه بخير كده، جابوه منتف عنده جريمه انتقام،
ديك البنت اللي كان عنده علاقة معها في الأول وجابها عليها بعامين من يخرج، راكم عارفين قصة ديال الشراب قرقوبي قراسموه الويسة، بنادم تيولي مرفوع تيولي يدير شي حوايج اللي ما يديرهمش هو في كامل قوى العقلية وكيندم عليهم من بعد. السارة ديال ساعة كترجع عليك بسنين طايع. فهو من يشربو وتقرقبو وياها وقال هادي وهادي 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 غيمارس عليها واحد الطقس وغيبين فيها علامات، فهي خافت من دارهم وكذا وهادي، فشافوا دارهم الفيلم لان دار لها واحد العلامات بلا ما نقولو، المهم دار فيها واحد البصمة اللي غتبقى فيها حياتها كامل من غير لا دارت شي طرق باش تحيدهم. ما عليناش، فمشات دارهم ردا عاوتاني مشاو فجابوه رجعو عاوتاني باقي كي يدوز تواخر يمشي عاود يوخرو شهر شهر ونص شهرين عشرين يوم. المهم واحد الليله جالس ويجي عندو الراجل اللي كيعلم صحاب المحكمه بان غدا عندك المحكمه او لا غدا لا كلاس، هي نورمال مخدمتهم خدمت من هذيك خدمت الموظف، ولكن مع الحبس فيه السيبه وما كاينش المراقبه المستمره وبدون رقيب ولا حسيب، فديك الخدمه ولا كيديرها سجين خصو يكون كاين لان راه كيجيب الباي الغلايب. انت راه تجيب لي 4000 في الليل سي انت اجج انت ما تصلحش ليا. فكاينين شي بليصات تيخدمو فيهم السجناء كيدخلوه الملايين ماشي للهان 1000 ريالات ولا 4000 ريال العاقه السنه، انك يكون هو كبت العاقه من حي بل تحت يطلع الحشيش من حي اليف مع الليل. هي هو قالك الليل ما عنده عينين ولكن كاينين الودنين. اجا علمو انا مقر على مع السلام السلام ومعرفتي بيهم باش غتزيد كدا ما كدا. يا واحد النهار ولاد الحومه ماشي دراري بلا ما تدري واحد الجوج عندهم التليفون مني منك مني منك معانا متكي في بلاصتي فوق منهم وما لتحت غادي وانا نسمعهم تيغنغنو على التليفون لا شارج لا دي انت كيحتارمك لا انت دير فلان وي راه داك التليفون اصاحبي هاكا بالغوات تايسمع. قبل تمشي سطن ورجعت لبلاصتي وجلست هنا غيجيو عندي هما بجوج يقولوا لي والله الا برافو هكا خاين الدين درتي داروا والله الا ما عندنا ما نسال لا زعما بحالاش والله الا برافو عليك راه ندم الله وما عطا بك هي لا او ما تيسمعوا هادي وهادي قلت لهم انت ما زعما شويه انت ديتي التليفون شنو بنت كان. المهم بخير وبقات العلاقه غاده، ولكن واحد الليله غيجي داك مول المحكمه يعلم داك الدري اللي كنهضر عليه جا قال لي فلان هو قال لي راه قال لي ان شاء الله انا عارفه محفحف زعما محفحف هذا المصطلح محفحف هو زعما زيرو درهم رصيدكم غير كافي تلقائيه. تم راه الساعه غي الطواليط غيدوز للطواليط وانا ندير لي بحال هكا يوب ويضا كيكا سبوفي وربي شاد عليا كيكا سبوفي زرقا داناب نسفك يد الكارو قلت لك هادو خليهم غدا ديهم معاك للمحكمة. فهداك تعامل غادي يدخل دري كنعرفو غادي غيحيد من ربيب القنت، ربيب القنت هي البلاصة اللي في الحيط القنت والربيب هو اللي لاصق فيها، هو كانت عندو بلاصة ربيب القنت بلاصة مزيانة دغيا دبر عليها دغيا كدا فعطاها ليا تلت ايام قال لي على وجهك ابوك الدري تيعرفك وهادي راه هي البليصة. فكان صافي ولاتي انا وياه خوت تعامل بسيط ادبا خلقا تعاملات بشي بعيد. فالمهم طيب دينا في التعامل زويونين بخير تيقمر تيجي تيكالي عندي ها هي كان عندي 40000 غدا في الصباح تيصبح عليها قارو ما عندوش. المهم دري والتعامل ملي كيجي يخلي عندي تيقول لي بكر خذ اللي بغيتي
تران تان 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 تان. انا عندي عام ونص خلاوني ثابت، جا وقت ديال الترونسفير تهزيت الترونسفير غنمشي لوطيطا جوج 2012، مشيت لوطيطا جوج نضرب شي 4 شهور هكاك، 5 شهور غيجيبوه، عطاو 5 سنين فيه خبيشات في يديه. نعم وجهه كله بخير. المستوى الاقتصادي كما قلت لكم غيزيد يصعب، لان غيولي فيها كار وغيولي فيها تاكسي اخر، كتولي تسافر ماشي يا سلام. وكل ما نقصي من فلوس ديال الترونسبور راه كيكونوا في صالح الساجين، بخصوص لما كانش كان شويه ديال النقص المادي وهادي وهادي. فملي كتولي القضيه في مدينه اخرى راه كيوليو خاسرين عليك 6000 غير، اذا لا كنتي غتاخذ 6000 ولا 10000 هنا راه كتقدر تمشي مدينه اخرى تولي واخدي 4000 ويا ربي. فشاف راسو مدمر، غيضرب واحد ما كملاش واحد شهير ما كملش، شاف راسو ما عندوش منين يعيش، والقضيه شويه مزيره، وهو فواحد لاج اللي ديال الطيش وباقي يموج معاهم، وباقي عنده افكار ديال الله يعطينا ما نعرف شنو. فواحد الصباح معنا كنخرج كيتحل الباب هكا دوز سمونتي في فوطيطا جوج، راه كنا كنتلاقاو مع الرجال، كان واحد الغرباوي في الكرد اللي ما بين اللي فيه كاين الجامع تمشي نصلي وكذا، وما بين حيبه وحي الي في الساحه الوسطانيه تما، كان واحد الغرباوي مع الصباح الا مشيتي في الكارتي ديالك كتمشي محزم لابس سبرديله ولابس شورت ولابس كذا باين غتريني كتخرج، كاع الناس ديال حيبه وحي الف كيهبطوا لديك الساحه يترينيو مع داك ولد سيدي قاسم. فاش كنترينيو واحد الساعه سالينا الماتش، بقيت كنهضر مع شي دراري كينعسو في حيبه، كان ديك الساعه تاخو الاطراسي، المهم كانوا بزاف ديال الرجال. فتا غادي يبان ليا اش غادي نقول لكم اخوتي، منظر تيضر القلب حق الله العلي العظيم، وجهو من لهنا ومن لهنايا حق الله. الا ما كايناش كاينه شي 10 12 14 لابطه بفرواي من لهنا ومن لهنا، عرفتي الوجه كله مشى والدري زوين حق الله، ما كنزيد عليكم بحال ديك الاصول ديال الجباله، واحد الدري ما بغيتش نقول الاسم ديالو تيسكن في اقامه الصباح نيشان، ضرب حالته كامله من اجل باش يعطيوه واحد كميه ديال الدواء اللي كتكون كتجيب بها المصروف اليومي ديالك والقوتي ديالك، كتولي داك هو القوت ديالك. هادشي هذا منين خداه؟ من عند سجناء اللي تيكونوا تا هما دخل معاهم الفيروس ديال الحبس، صافي ولاو مكاريب، ما عندوش الغرض في حالتو، ولا راه واحد النهار غيعيش برا، صافي التفكير تيبقى داخلي داخل الاسوار، تا كيدوز واحد لاج وكتوصل لواحد لاج وكت عرفتي شنو، واحد الندم وما كينفعش الندم. وعطاوه اوردونونس ديالو مسائل ديالو، ولا كيتيري واحد نقولو واحد 3400 200 درهم يوميا كيعطي والي ديال الدواء، كيبيع النص والنص كياكلو، ومشات ليه حياتو، لان دابا راه خرج هادي، ولكن غيبقى تبقى ديك العاهه اللي درتيها في راسك مشيتي لوجهك كدا. والنقطة اللي عندي هنا مهمة هي دابا شحال من واحد كيكون كيتعرض لضغوطات وابتزازات من طرف شخص كنتي السبب صيفطتيه بشي جريمة، تعدى عليك تعدى على خوك على ولدك على مك على كدا على هادي، ومشيتي وديكلاريتي بيه وصيفطوه للحبس شي 3 شهور ضرب 4 شهور، فتيبقى يمارس عليك شي ضغوطات فكتولي انت خايف. فالخوف راه هو اللي خصو يخافو، لان حنا كنجي والقانون لا يعذر
جاهلوه، كيعطرش الناس اللي كتجهل القانون، وحنا ما عندناش واحد درايه بالقانون ديالنا. هادشي علاش كلشي كيفيبري. جيت تم غادي في وسط الطريق، الا عيط لك بوليسي اجا لاكارت، لا والله الا انايا كنقرا، انا عاد خرجت هنا كاين واحد نقص فكري بالنسبه للقانون. فاي واحد اخوتي كيمشي عليك للحبس وكيخرج وكيعاود يري يقرب لك، راه كتسمى انتقام. فهو البنت طرب عليها عامين، ومن يخرج عاوتاني مشى ليها وجلس هو وياها وكذا وكذا، ولكن دار لها واحد، خلى ليها واحد اللي طراس في الحماه. هي خافت من دارهم، قالت لدارهم قالت لهم راقبتني صحه وما دار ليا، فداروا ليه انتقام. وانتقام راه من الخمسه كتمشي حتى لعشرين، 25 عام. لان بالنسبه للقانون كيقول لك انت يا زعما بغيتي تتحدى القانون وتتحدانا، والقانون ما كاينش شتي، الامن ما كاينش اللي قد عليه، مخزن كاينش اللي قد عليه كيما بغى يكون النوع ديالو. تقتل 10 يجيبو 10 آلاف، تقتل 10 آلاف يجيبو 100 ألف. العبرة في الخواتيم. وجهة نظر ديالكم نتوما، وتبارك الله عليكم اخوتي، ولا لا يخطيكم. وبنادم يحاول يتهلا في راسو، يتهلا في راسو ويشوف شي مسلك ديال الخير، يدير شي صنعة طال ما يدار. البلاد مقبلة على عدة تظاهرات إفريقية عربية وحتى دولية. تشاور في ذات شي هكا وقت.